مشهد يحكي ويلخص واقع الحال الذي وصلت إليه الأمور في سوريا بظل إرهاب عابر للحدود. هذه إحدى قذائف الموت المرسلة كهدايا للشعب السوري قبل قدوم عيد الأضحى، أطلقها الإرهابيون قرب مدرسة دار السلام بدمشق لتسفر عن استشهاد طفلة في 8 من العمر وإصابة 11 مواطنا بجروح بينهم نساء. والله سمعنا صوت انفجار، طلعنا لبرا شفنا الحريقة طالعة من السيارة، كنت صافي سيارتي ورا، قمت رجعتها لورا وفي جرحى كان. لا عادي واقف هوني، ما حسيت حالي إلا صوت ووقعت بالأرض أنا. القزاز والدنيا كله بالأرض. سحبت حالي وفت على المحل لجوا، صاحب المحل واقف على باب المحل متصاب بإجره. سحبته وفت لجوا. هذا عمل إرهابي يعني، والله هالشيء ما بيصير. قذيفة هي حرام هالشيء يعني. والله لا يوفقهم بجاه حبيبنا محمد. رسائل الموت الموجهة على شكل قذائف هاون أدت أيضا إلى إلحاق أضرار مادية في المحال التجارية وعدد من السيارات، كما سقطت قذيفة أخرى على سطح بناء في ساحة النجمة واقتصرت الأضرار على الماديات. يلي صار ببساطة كنا ببيتنا بأمان ورحمن يعني، تفاجأنا بصوت قوي كتير، توقعنا أنه تكون يا قذيفة يا أما لصاق على إحدى السيارات يعني مفخخات. تفاجأنا شفنا سيارة عم تحترق وسيارة تانية منصابة وضحايا أبرياء بالسيارة وناس تانيين واقفين قدام محلاتها كمان انصابت يعني. اخوتنا سعفوهم بكل الاحوال. عامله اصابه تقريبا قطع كامل بالكولون النازل، عم نعالجه هلا. يعني والله وسط، ما فينا نقول جيده بس يعني ان شاء الله بنقول تتحسن. الحقيقه هذه هي هدايا الظلاميين الارهابيين، هذه الطفله كانت تنتظر العيد واعطوها هديه الموت، ولكن هذه الظلامية إن شاء الله سنواجهها بقوة وحزم وسنقدم كل ما نستطيع من مقومات الحياة لمواطنينا في الخط العربي السوري. قذائف الهاون التي تسقط على أرض الوطن تحمل بين شظاياها رسالتين، الأولى رسالة قتل وتدمير والثانية موجهة إلى الشعب السوري من أجل كسر إرادته وتحطيم معنوياته التي عززتها الانتصارات المتتالية لجيشنا الباسل والتي أزهقت الإرهابيين ومموليهم.